اللاب لاست ترانسفورم اوف بيريوتيك فانكشن. اذا كانت الداله اف اوف تي از بيريوتيك فانكشن، يعني شنو بيريوتيك فانكشن؟ هي الداله اللي تعيد نفسها كل تي كابيتال، بحيث تكون اف اوف تي زائد تي كابيتال يساوي اف اوف تي. راح نحسب اللاب لاست ترانسفورم اف اوف تي اللي هي داله البيريوتيك من خلال المعادله التاليه، راح تساوي لنا تكامل من صفر لل تي كابيتال، والتي كابيتال مثل البيريود اللي تعيد بيها الفانكشن نفسها، اف اوف تي يقص ناقصا اس تي دي تي. هذا قانون اللابلاس ترانسفورم، تقسيم الواحد ناقصا يقص ناقصا اس تي كابيتال، بحيث ان تي كابيتال هو يمثل التايم اللي تعيد بيه الفانكشن نفسها. عندنا الاكزامبل فان لابلاس ترانسفورم فور ذا سيجنال شون. لاحظ من خلال الشكل بان الداله اف اوف تي هي داله مثلثه وتعيد نفسها كل 2 باي، بحيث ان التي كابيتال للاف اوف تي راح تساوي لنا 2 باي، وتكون اف اوف تي مالتي قيمتها تي عندما تكون قيمه التي اكبر من الصفر واصغر من باي، بينما تكون قيمة الاف اوف تي 2 باي ناقصا التي عندما تكون قيمة التي اكبر من الباي واصغر من 2 باي. عندما تكون الدالة مالتي بيريوتيك فانكشن تعيد نفسها فترة معينة، نطبق قانون لابلاس ترانسفورم اللي شرحناه بالسلايد السابق. اف اوف الاس يساوي لنا تكامل من الصفر الى تي كابيتال، تي كابيتال يمثل لي البيريوتيك للفانكشن، اف اوف تي يقص ناقص اس تي 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 تقسيم الواحد ناقصا يقص ناقصا اس تي، ويساوي لنا اف 1 اس تقسيم الايوس ناقصا 2 باي اس. هنا فقط عوضنا بقيمة التي ب 2 باي. وراها راح نحسب اف 1 اس، نحسب تكامل قسم تكامل مالتنا. التكامل الاول من صفر للباي راح تكون داله مالتي قيمتها تي مضروبه بايوس ناقصا اس تي تي تي، زائد انت التكامل الثاني من الداله يبدي من الباي ل 2 باي، تكون قيمه الداله 2 باي ناقصا تي ايوس ناقصا اس تي تي تي. هاي راح نحسب اللابلاس ترانسفورم للفانكشن مالتي. وعلى ما تنبسط هاي العمليه راح تساوي لنا تكامل من صفر الانفينيتي تي يوس ناقصا تي مضروب بيوس ناقصا اس تي دي تي، وراها 2 باي نضربها بيوس ناقص اس تي الموجوده خارج القوس، لحصل تكامل باي الى 2 باي 2 باي يوس ناقصا اس تي دي تي ناقصا تي ايضا مضروبه بيوس ناقصا اس تي، والتكامل ايضا من باي الى 2 باي تي تي.